اليوم جبت لكم الكيك الاسفنجي ديال كولانار، الكيك الاقتصادي بمكونات سهلة وبطريقة سهلة واللي غادي تصيبي في وقت قصير. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا اللايك، تبارتاجيو مع الأصدقاء والأحباب وديروا لي كومنتار ديالكم. يلا نبداو التست ديالنا. بالنسبة للكيكة اليومية ديالنا اللي غادي نحضرو، المكونات ديالها عندي هنا 5 ديال البيضات، 180 غرام سكر سنيدة، قبصة ديال الملحة، عندي هنا واحد الياغورت مذاق ديال البنان، أنا كنحكر على المذاق ديال البنان كيعطي واحد المذاق هائل، 150 غرام ديال الزيت، 50 غرام ديال النشا، 250 غرام ديال الدقيق، جوج خمارات، واحد ساشي ديال الفاني. الطريقه حنا غادي نديرو البيض ديالنا الكامل في الباتو، غادي نزيد عليه السنيده كامله، نزيد قبصه ديال الملح ديالي، غادي نديرو يبدا يطلع في هاد في هاد اللحظه. انا غادي نجيب واحد السر اللي كان اللي كيخلي ليا الكيكه ديالي كتطلع. انا غادي ندير الباتور ديالي يبدا يخدم باش ما غادي نطفي باش على الصداع. المكون الرئيسي اللي عندي هو الماء سخون، غادي نزيد جوج معالق ديال الماء سخون البيض ديالي اللي كيطر ديالي غادي يطلع مزيان. في نفس الوقت النواشف خصني نغبلهم كاملين، اللي هو الطحين، الدقيق، والنشا، وجوج خمارات خصني نغربلهم، ضروري تغربلهم مزيان باش نعطيهم الهواء، وفي نفس الوقت ما نخليش دوك الكويرات يكونوا عندي في هاد النواشف. كيف عرفتوا هاد المرحله راه مهمه. الدقيق ديالي انا غربلتو، هاد عندي هنا الزيت اللي هي 150 غرام، غادي نخلطها مع الياغورت باش نكبهم على الخليط ديال البيض ومع الساشي ديال الفاني اللي قلت لكم بان هاد الياغورت ديال مذاق ديال البنان كيعطي واحد لوكو سبيسيال مع الفاني كيجي زوين، هانتوما تجربوه وتشوفوا كتجي رائعه. انا غادي نكون كنطرب كيدور عندي الباتور، ونزيد الخليط ديال اليوغورت مع الزيت مع الفاني. الخليط كي داير فيه الهواء، شفتوا هاد الفقاعات عطات الهواء للخليط ديالي. الاسرار ديال الكيكه ديالي باش تجي طالعه، انا زيت المول العادي ديال الكيك انا دهنته بالزبده ودرت ليه الدقيق، هانتوما مدهون. دابا غادي نبدا نكب الخليط ديالي ديال النواشف اللي هو شويه عليا وانا كنخلط كنكمل الخليط ديالي. الفران انا شعلته دابا على 180، خص الفران يكون سخون مزيان عاد ندخل ليه الكيك ديالي. ملي غادي ندخلو غادي نقص ليه ل 150. انا دابا غادي نكب الخليط في المول، هاد المول راه كتجي فيه هاد المقادير لحد في القد، كيجي الخليط طالع حتى الفوق. حنا ديما هاد الكيكه اليوميه واخا نديرو اشكال مختلفه ومتنوعه، هاد الكيكه الاسفنجيه اليوميه لابد منها تكون عندنا مره مره نديروها، وكتجي الصراحه كتجي خفيفه
رائعه كتجي بنينه للفطور ولا للكوتي. انا دابا الفران هو سخن وغادي نخلي الكيكه ديالي ساعه الا ربع حتى لساعه المقال. الكيك ديالنا من بعد ما دوز 50 دقيقه عندي في الفران، انتم شفتوا كيفاش طاب الكيك اليومي الاسفنجي. انتم كيجي خفيف بالنسبه للكيك اليومي الاسفنجي اللي كنبغوا نبدلو، واخا كنديرو اشكال مختلفه ضروري هذا الشكل العادي نديروه، راه كيجي من السم بنين الفطور ولا الكوتي ديالنا. دابا هذه لمسه نديروها باش كل واحد يدير الطريقه ديالو. لمسه خفيفه، انا درت شويه د اللوز ولا شويه د النوازيت، دهنتها بالكونفيتور، وها هي الكيكه ديالنا اليوميه. وجدوها الفطور ديالكم ولا الكوتي. الصحه والراحه.